اعزائي مشاهدينا تحيا مصر في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في لايف جديد، في لايف غريب، في لايف عجيب، يعني حقيقه اعتزال عادل امام هنعرفها دلوقتي هنا مع استاذ فكري دوبلير الزعيم عادل امام. ازيك يا استاذ فكري؟ اهلا بيك. عامل ايه؟ الحمد لله. في شبه قوي جدا بينك وبين الزعيم ده، ايه ده؟ انت اللي عامل الموضوع ده، انت اللي بتقلده، ولا دي خلقة ربنا، ولا ايه الموضوع؟ لا والله دي حاجة بتاعت ربنا. دي يعني انا اشتغلت مع الاستاذ عادل قبل كده في المسرح، مسرحية الزعيم. انا كنت عادي مفيش شبه خالص، بعديها مسرحية بودي جارد الشبه يعني بقى قرب يعني كده، لان انا طبعا كل يوم مع الاستاذ عادل في المسرح، وانا طبعا بحب الاستاذ عادل، وانا قلت الكلام ده اكتر من مره، يعني الناس هي بتشبهني بالاستاذ عادل. استاذ فكري، انت من صغرك وانت مع عادل امام، قول لي يعني مين اللي قال لك ان انت تبقى الدوبلور بتاعه؟ وجات ازاي فكره الدوبلور بتاع عادل؟ الدوبلور دي جت بعديها بسنين طويله. بعد ما المسرح خلص ومسرحيه الزعيم وبودي جارد، انا كبرت شويه، لقيت الناس بقى بتشبهني بالاستاذ عادل. الناس هي بتقول لي انت استاذ عادل، انت شبه الاستاذ عادل. انا ما كنتش واخد بالي يعني ما بانش الشبه عليه غير بعد لما كبرت. كان في سن قد ايه؟ في سن الخمسينات. سن الخمسينات بقى عليك الزعيم. يعني لما كبرت بقى عديت الخمسينات كده، بقيت الناس لا وانا مش بص في بودي جارد حبيبي اسمع اللي بقول لك عليه، انا في الزعيم ما كنتش شبه. اشتغلت مسرحيه الزعيم مع الاستاذ، ما كنتش شبهه. مسرحيه بودي جارد بعديها بسبع سنين الشبه يعني ابتدى ايه، يعني غيرت انا بقى من الملامح، وغيرت برضه من الشكل وبتاع حاجات زي كده. بقيت الناس برضه في المسرح يقولوا ايه ده، انت بقيت شبه الاستاذ عادل، محدش قال لك. اقول لهم لا، امشي اخش الكواليس الاقي الواقفين يجروا ضلمه يفتكروني الاستاذ، فيجي واحد زميلي طبعا يعرفني كويس شغال معايا في الجريده يقول لهم لا ده الاستاذ فكري مش الاستاذ يعني. فحاجه كويسه ان هم بيشبهوني بنجم مصر الاول، حاجه تشرفني يعني. دي حاجه، هل الشبه ده يعني سبب لك مشاكل، ولا اذا كان كنز عليك ومفتاح السعاده ليك؟ لا مفيش مشاكل، هي كلمه. بص هقول لك حاجه، هي كلمه ان شبه الاستاذ عادل امام ده رزق. ده رزق يعني، كلمه الاستاذ عادل امام ده رزق ليا يعني، انا الحمد لله. لكن اي حاجه بتبسطني انهم بيشبهوني بنجم مصر الاول. وطول ما انا ماشي يعني هقول لك حاجه، انت ممكن انت بتصورني ما بقاش شبه، الناس تقول لك ده فين الشبه، لكن انا ماشي في الشارع كل واحد يقول يا استاذ عادل، يا واحده تقول له جوزها ده شبه الاستاذ عادل امام، وواحد ماشي مع مراته يقول ده شبه، لكن ممكن في الكاميرا ما تبانش قوي يعني، لكن تفرق بقى وانا ماشي في الشارع.